فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، هل تدخل الأم في هذا الباب؟ ما هو بالظاهر، لا، هذا خاص بالأب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأم من باب البر بها ومن باب إرضائها، طيب إن كان يبي يعطيها من باب البر والإحسان له شيء طيب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.